الدكتور إياد حرفوش الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للتبادل التجاري الحر IFT هو في الأصل طبيب بشري وحصل على الماجستير في التسويق من جامعة وسط ميتشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية والدكتوراه في إدارة التغيير من جامعة ميدلسكس بالمملكة المتحدة البريطانية والزمالة لمعهد شارترد للإدارة في بريطانيا. وهيكلمنا دلوقتي عن خطورة فتح باب استيراد الدواجن على مصراعيه لأن ده معناه باختصار شديد جدا الانهيار الكامل لصناعة الدواجن المصرية. دكتور إياد لما باجي لحضرتك بصراحة بيكون وصلت المرحلة أن لازم ألاقي حل. إحنا في أزمة كبيرة جدا في صناعة الدواجن، أعلاف مرتفعة الثمن، مربين بيخسروا سواء في التسمين أو البياض، ونحن نتجه نحو الاستيراد، وصدرت بالفعل قرارات استيراد الدواجن من الخارج. صحيح البعبع. عايز أفهم من حضرتك، ألا توجد حلول داخل سوقنا المحلي بدل من الاستيراد؟ هو طبعا مع حضرتك حق أستاذ محمد، للأسف أصبحت موضوع الاستيراد بشعر في أوقات كتير وكأنه سلاح بيشهر بوجه الصناعة، لأن لما نتكلم عن صناعة مليونية العمالة، صناعة فيها استثمارات مصرية عربية أمريكية أوروبية صينية زي ما أنت عايز، إحنا بنتكلم على أن أحد حلول الأزمة أزمة العملة الصعبة اللي إحنا فيها الاستثمار الأجنبي المباشر. طب إحنا صناعة حققت منذ عشرات السنين استثمار أجنبي مباشر وبمبالغ مليارية. يبقى النهاردة تهديد مثل هذه الصناعة بالحديث عن الاستيراد ثم التنفيذ ليس تهديدا بوجه الصناعة ولكنه بوجه الوطن بصفة عامة. احنا كصناعة مش بنقدم 90% اكتفاء ذاتي، احنا بنقدم فعليا 100% اكتفاء ذاتي. وطاقات الصناعة على الأرض، الطاقة الانتاجية للصناعة لو استغلت بالكامل نحن نفوق الاحتياج المحلي، احتياج السوق المحلي. لكن احنا طبعا التشغيل عندنا دايما جزئي من الصناعة، فبالتالي برأيي لا يوجد أي مبرر للاستيراد. خاصة أنا السعر عندي النهاردة، سعر الدواجن من المزرعة حاليا لو الجهة المعنية اشترت الدواجن ودبحت وكيست إلى آخره حيوقف تقريبا عليها كيلو المدبوح كيلو الصافي $2.4 $2.5. طيب ده أقل من السعر العالمي على فكرة، وهنا مش بيتشحن لسه عبر المحيط رش وحلال إلى آخره. طب ليه ده ما بيتمش كبديل عن الاستيراد؟ ما تيجي نعكس الآية يا دكتور. حضرتك رئيس وزراء مصر ومكلف بتوفير الأمن الغذائي، 100 مليون بني آدم لازم يأكلوا ولازم يتوفر ليهم لحم الفراخ والبيضة، تعمل إيه؟ في ظل ارتفاع سعر الأعلاف وصناعة بتنهار والناس مش قادرة تربي ولا بتدخل كتاكيت سواء في التسمين وبتبيع الفراخ البيضة كلحم، يعني ما عادش في إنتاج بيض كمان أو بيتضائل. سؤال وجيه جدا، وطبيعي ان المسؤول في هذا الحجم من المسؤوليه هو مسؤول عن 100 مليون مواطن وعن اكلهم وامنهم الغذائي، كمان مسؤول عن 3 مليون مواطن منتج بيعوله لو قلنا باقل تقدير متوسط 4 افراد 12 مليون مواطن، يعني 12% من السكان، البعض بيصل بالتقديرات ل 20 مليون. بغض النظر باقل تقدير انا مسؤول عن المستهلك ده ومسؤول عن المنتج ده لسبب ان مفيش تعارض بين مصالحهم. المنتج ده هو اللي بينتج لي غذاء لل 100 مليون والمستهلك ده هو السوق الأساسي للمنتجين دول. بيبقى في تعارض ظاهري أحيانا زي سنة زي اللي احنا فيها النهاردة، مدخلات الصناعة كلها تضاعفت تكلفتها حكم التضخم وحكم تدهور سعر الصرف وزيادة تكلفة النقد الأجنبي. كل مدخلات الصناعة تضاعفت، سعر الدواجن سواء كلحم أو كبيض مائدة لم يتضاعف بنفس القدر، يعني زادت لكنها لم تزد بنفس القدر. واللي حابب يرجع لأسعار الأعلاف في يناير الماضي والأسعار الدواجن وبيض المائدة يقارن هيلاقي ان الزياده في المدخلات اعلى من الزياده في سعر البيع المنتج النهائي. لكن واقعيا زي ما كل حاجه في البلد سعرها زاد لازم نقبل زياده سعر الدواجن وبيض المائده، لان ده مش نتيجه جشع من المربين ولا استغلال، ده زياده تكاليف وبيحقق خسائر فعليا. ممكن رد حاسم؟ بعض الغير عالمين بما يحدث في هذه الصناعه يقول لك انت بتخسر، طب مكمل ليه؟ مكمل ليه؟ اولا لان هو النهارده مثلا حد، خلينا نقول قطاع زي قطاع بيض المائده او قطاع الامهات، لو وقف اثناء الدوره الانتاجيه هيخسر، خسارته تتضاعف. طب حد زي قطاع التسمين، هو النهارده وقت ما هيوقف بيتعرض لازمه ماليه كارثيه، هو بيشتغل الدوره التاليه وبيتحمل خساره لو عنده قدره والملاءه الماليه يتحملها، بيتحمل خساره الدوره دي على امل الدوره اللي بعدها انه يعوض. ده بالنسبه لصغار المنتجين. كبار المنتجين عنده رفاهيه التوقف كمان مش موجوده، هو لازم يكمل. ده مشروع شغال مع بنوك مثلا واخد تسهيلات بنكية على المشاريع القائمة دي، لو وقف مشكلة كبيرة مع
التسهيلات البنكية طبعا. عنده حجم عمالة المئات لم يكن بالآلاف لو توقف مشكلة كبيرة وهكذا. فبالتالي قرار التوقف عنده ما بيكونش ان انا هقف الدورة دي واشتغل بعد دورة، ده لا قدر الله لو قرر يتوقف يبقى تصفية، وده ما بيحصلش بسهولة طبعا كقرار. رياد بشكرك يا دكتور، و يعني عايز انهي معاك اسألك ايه الحل؟ ما هو لازم الدولة تسمع حلول. الحل الاساسي طبعا توافر خامات الاعلاف بالكميات المطلوبة لصناعة الدواجن والصناعات الاخرى اللي بتستهلك نفس المواد دي. انا شايف ان غلطة بتتكرر مؤخرا. اسماك والانتاج الحيواني طبعا. كتير بنسمع مثلا يعني مثلا الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بيقول احتياجات صناعة الدواجن 10، فنلاقي المسؤولين بعدها بيقولوا احنا وفرنا 10. لما انت بتوفر على قد صناعة الدواجن انت ما تقدرش توجه لصناعة الدواجن فقط، بيتوزع على الكل. فبالتالي توفير الخامات يجب ان يكون بالكميات الكافية للقطاعات المختلفة سواء ثروة حيوانية او دجنة او سمكية. قبل ما نوفر الكميات الكافية دي ما اعتقدش ان في حل هيبقى نهائي، كلها امور تسكينية.